السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. هالنهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال أهم السلالات الناجحة في تربية الأرانب. يعني بزاف لي كومونتير جاوني على هذا الموضوع هذا، يعني شحال من واحد باغي يشري الأرانب وكيسولني على اسم هما السلالات اللي كينجحوا يعني في التربية، يعني في الكسيبة. بالنسبة للمبتدئين أنا أنصحهم بأول حاجة يديروها وهو البابيون. يعني أي مربي بغى يبدا ويعني خايف من التربيه ديال الارانب يبدا بالبابيون في الدكار. بابيون في الدكار صادق 100%. كاين بالنسبه للانثى من الاحسن تكون شانشيلا. شانشيلا فيها بزاف ديال الالوان، فيها الكري، فيها القهوي، فيها البيض، فيها الكحل. اللي ناجح مزيان في الشانشيلا في النتوه يعني في الانثى وهي القهويه، يعني اللون البني. هذاك اللون البني في الانثى ديال الشانشيلا كتكون ناجحه. علاش؟ كتكون ديما سبحان الله كتكون ام حنون، يعني قادره انها تربي وكتصدق يعني في 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 يعني في التربيه ديال الابناء ديالها. يعني غالبا ما كتكونش عدوانيه وما كتاكلش الصغار ديالها. يعني هذا الشيء بالنسبه للمبتدئين. بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم واحد القطاع ديال مجموعه ديال الارانب، يعني وجدت لهم واحد الخلفه، يعني واحد نقولوا واحد 10 ديال الارانب ولا، وبداو كيلاحظوا ان الارانب مختلفه في الاحجام ومختلفه في الالوان ومختلفه حتى في السلاله. بالنسبه للبابيون فيه هذا الكحل، هذا يعني مبربش بالكحل، وفيه الصفر وفيه الجري. يعني هادو ثلاث الوان ممكن انكم توجدوهم، ما تفرطوش فيهم. هذه نصيحه يعني من 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 عند واحد يعني خدا تجارب وتجارب وتجارب. ديما البابيون ما تفرطوش فيه. البابيون ما كيتباعش بالميزان او كيتباع هو عاد صغير يعني عنده شهرين، لا، البابيون خليه لانه صادق 100%. صادق بلا مشيتو تا خليتو مثلا نيوزيلندي اللي هو اللون ابيض كيكونوا عينيه حمر، وكاين داك المكحل يعني اللي كيكونوا عينيه مكحلين. الكاليفورني مزيان، كاليفورني اللي نيفو كحل ودنيه حتى هما الفوق ديالهم كحل. هادو غادي تلاحظوا ان الاختلاف في الاحجام والاختلاف في يعني في الحيويه غادي تلقاوها مختلفه ما بين البابيون والشانشيلا. هادو بجوج هادو كيكونوا يعني كتحسوا بالفرق انهم صادقين في يعني النمو ديالهم كيكبروا دغيا. اولا لان سبحان الله هاد السلالات على حسب ملي كتقلبوا سلاله عن سلاله كتلقى مثلا كاين اللي يفهم بالزط، كاين اللي القوائم ديالها يعني الرجلين ديالها كيكونوا غلط، كاين اللي كيكون الصدر ديالها كيكون غليظ، كاين اللي الظهر ديالها كيكون واقف، كاين اللي الودنين عاوتاني كيكونوا طوال بزاف. المهم كاينين بزاف ديال 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 يعني بزاف ديال المنظر، حنا كنقولوا على المنظر ديالهم. كاين اللي مهجن يعني كيكون كروازي، هذاك من الاحسن يعني ما ننصحكمش بالتربيه ديالو لان كيكون مخلط ما بين البلدي والرومي. اما بالنسبه للرومي منين تشوف تكون عندهم تكون شي خلفه كننصحكم ما تفرطوش في جوج انواع وهما الشانشيلا القهويه اللي كيكون نيفها بالضبط وكتكون يعني الحجم ديالها كيكبر دغيا، يعني كتكون كبيره بالنسبه يعني اللاج ديالها، يعني اللاج ديالها حنا نقولوا مثلا 3 شهور وكتبان لك وافيه قادره انها تكون ام. انتم ضروري غتخليوها تتوصل ل 5 شهور 6 شهور، ولكن ملي كتكون في 3 شهور كتكون وافيه، كتكون عاطيه للعين كما كيقولوا. هذيك الشانشيلا ما تفرطوش فيها، ما تبيعوهاش يعني بالكيلو ولا تبيعوها يعني الذبيحه ولا لا، غالبا الله اكبر غالبا ما كتكون صادقه 100%. بالنسبه للبابيون الا كان ذكرته هو في الانثى صادق، ولكن في الذكر كيكون صادق 100%. هاد البابيون ما تفرطوش فيه، راه فيه الالوان بزاف، فيه هذا اللون الاسود، فيه القهوي يعني بني، وفيه الجري. هادو كلهم يعني البابيون عموما ما تفرطوش فيه، هو في حقيقه لا في الانثى لا في الذكر، ولكن في الذكر كيكون
فحل غالبيا كيكون فحل وكيكون صادق، يعني ما كيعذبكمش في التربية. إذا هذه هي الحلقة ديالنا هذا النهار على قولة الله أكبر. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، إلا كاين شي تعاليق بغيتوا تسولوا شي أسئلة أنا راه الإشارة. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، تشاركوا في القناة وتكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.